يا رب تكونوا بخير. خلونا نبدأ على طول كده. احنا طبعا اتكلمنا في كام فيديو المرة اللي فاتت عن موضوع السفر من ساعة ما كنت في مصر لحد ما جيت هنا في الرياض السعودية. تمام، بعد ما بتيجي هنا طبعا عايزك تسمع الكام فيديو اللي قبل الفيديو ده، هتستفاد جدا يعني في كل الخطوات لحد ما جيت السعودية. طيب لما انا جيت هنا بقى، موضوع الإقامة قد ايه، السكن قد ايه، اكل شرب قد ايه، ايه اللي انا بحتاج اعمله عشان اعمل حساب بنكي، الشركات اللي انت تقدر مثلا ربنا يسهل لك مثلا عايز تحول فلوس، المواصلات هنا ازاي، الحاجات دي كلها ماشيه ازاي هنا، والمواضيع هنا سهله ولا صعبه، المواصلات سهله ولا صعبه، لازم يكون معايا عربيه ولا لا، الكلام ده كله كل التكاليف دي خلونا ايه نتكلم فيها النهارده. بص يا سيدي، اول حاجه انت قلنا ان انت وصلت الرياض معاك التأشيرة بتاعتك مدتها 3 شهور. في خلال ال3 شهور دول علشان تتحصل على رخصة تعمل حساب بنكي يطلع لك كريدت كده بتدفع بيه أي معاملات بقى، فهمني حاجات زي كده مثلا، فاهم كده ماشي. الحاجات دي كلها لازم تعمل إقامة ماشي. ففي خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة المفروض الشركة اللي أنت جاي عليها طبعا زي ما قلت لك بتكون انت هنقول مهندس مثلا مسجل في الهيئه او محاسب او ايا كان، انت مسجل وورقك خلصانه تمام، فالشركه بتاخد الورق ده تطلع لك التاشيره، يطلع لك ايه الكارت بتاع الاقامه بتاعك، بيبقى ليك رقم زي رقم الاي دي كده، زي رقم البطاقه بتاعك ده، بص في كل شيء ماشي. طبعا اول ما نسيت قلت لك ان انت لما بتيجي بتشتري خط ليك. طب انهو احسن خط؟ والله عندك موبايل كويس، زين كويس، اس تي سي كويس، في بقى شبكات تانية سلام، فيرجن، مش عارف ايه، في كذا شركة كده تمام، كلهم احلى من بعض يعني، مش هقول لك ده احسن لا، انا عادي انا خطي موبايلي وشغال 5G ما فيش اي مشكلة تمام. بتسجله برقم اللي هو رقم الدخول اللي هو رقم الحدود، رقم الحدود، ولما تعمل إقامة بتنقله على رقم الإقامة بتاعك تمام. بتروح الفرع تاني تقول له أنا معايا الإقامة وعاوز، طبعا الإقامة بتكون مسجلة برقم التليفون بتاعك، لأن أنت بتروح لأبشر برقم التليفون، حط رقم التليفون يبعت لك رسالة تأكد وتعمل البصمة، خلاص أنت كده بقيت رسمي نظمي مربوط على كل السيستم اللي موجود هنا في السعودية. السعودية عاملين حاجة بقى فول ممتع بصراحة يعني، كل الاحترام يعني، كل حاجة سهلة بأمانة يعني، ما فيش صعوبات بقى وبتاع وتخليص، لا كله بص وانت قاعد زي الباشا ماشي. في خدمة كده اسمها نفاذ تمام، لما تيجي هتقوم منزله على الموبايل بتاعك بعد ما تعمل القصة اللي انا قلت لك عليها دي. نفاذ وابشر دول هم اللي بص بيحركوك بقى في كل حاجة، الحسابات البنكية مش الحسابات البنكية، الدفع، القسط، المشاكل اللي انت عايز تحلها، عاوز تقدم مش عارف رخصة، عاوز تقدم على ايه، كل ما تتخيله موجود على منصة ابشر. نحفظ كلمة ابشر دي، ابشر دي هي اللي اتحركت تمام. عملنا ابشر وعملنا نفاذ. نفاذ دي عايز تعمل حساب بنكي على الرجح مثلا، ولا انا عملت على الرجح يوم ايه، يقول لك لازم يربط مع نفاذ، تخش على نفاذ بتعمل حساب والدخول بالبصمة او بالكود مش عارف ايه، تمام ده تمام، يبقى كده ايه خلاص انت اتربطت على السيستم اللي هو هنقول حساب المواطن او الحساب الوطني، اللي انت خلاص انت كده ايه عندك حساب بنكي هنا، عندك رخصة هنا برقم اقامتك، عندك برقم تليفونك، ورقم تليفونك ده بقى يعني بص زي اسمك، تليفونك واقامتك زي اسمك، ما يضيعوش ما يتنسوش، ما بص ما مفيش مفر، خلاص الخط هو عليه كل حاجة ماشي. طيب عملنا القصة دي، ايه اول حاجة تعمل؟ اول حاجة لما يجي لك الاقامة تقوم رايح عامل حساب بنكي، طب اروح الفرع ولا اعمله على التليفون؟ لا دلوقتي تقدر تعمله على التليفون، سواء الرجحي، سواء البنك الاهلي السعودي، سواء بنك البلاد، في بنوك كتيره طبعا يعني ماشي، اي بنك اختاره، انا شخصيا بنك الرجحي لان هو يعتبر من اكبر البنوك هنا، او بنك البلاد. بنك البلاد بتعمله ليه؟ علشان مربوط على خدمه اسمها انجاز، تقدر تبعت بيها فلوس لاهلك مثلا على شركه مثلا ويسترن يونيون، او تحول على حساب مصرفي براحتك خالص. طيب تعالى نتكلم على موضوع التحويلات، لو انت عاوز تحول مثلا مبلغ لاهلك في مصر مثلا او في اي بلد، التكلفه مثلا لمصر على اي مبلغ انت هتحوله بتدفع حوالي 17 ريال، 17
ريال على، يعني تحول 1000 ريال مثلا حط عليهم 17، حول 2000 حط عليهم 17، حول 3 حط عليهم 17، خلاص. فهي 17 دي ثابته على اي مبلغ انت بتحوله. طبعا ممكن تنزل ابلكيشن ويسترن يونيون، ممكن تحول من انجاز، ممكن تحول من ابلكيشن الرجحي، في تحويل دولي وفي تحويل محلي زي ما انت عاوز، ماشي. الحاجه الثانيه برضو حاجه اسمها اس تي سي باي. طبعا الكلام ده مش هتحفظه الا لما تقعد تكتبه، انت تكتبه ورايا او تسيب الفيديو عندك وتبقى تسمعه. ايوه اس تي سي بي برضو ده دفع اللي هو الكارت اللي انا قلت لكم عليه ده، ماشي اهو ده اس تي سي بي. اوكي طبعا عشان البيانات والكلام ده اوكي. اس سي بي بتقدر تدفع بيها، تحول بيها برضو لاي رقم موبايل، حاجه عامله زي عندنا كده زي فودافون كاش واتصالات كاش واورنج كاش والكلام ده يعني، ماشي. طيب تعالى تاني حاجه بقى في موضوع الدفع، سواء طبعا في حاجه دفع كاش لو انت رحت تشتري حاجه مثلا من السوبر ماركت او من اي مكان اللي هو بنقول عليه الصرف، انت هتسمع كلمه الصرف دي. طبعا انا لسه ما اتعلمتش اللهجه السعوديه، عايز اتعلم اللهجه بس مش عارف اللهجه المصري لسه ما ايه ما خدتش على اللهجه الثانيه يا مسهل. تعالى انت بس عايز تروح كاش او تدفع فيزا او تدفع بالموبايل، طبعا الموبايل فيه برضو الابلكيشن اللي هو بتاع اس تي سي ده، بتقوم انت رايح للراجل الكاشير تمام، حاطط التليفون على بتاعه الدفع كده، شكرا دفعت، بس يبعت لك الفاتوره، يجي لك رساله على الحساب البنكي. وطبعا برضو لو انت عايز تحول لشخص مثلا، موضوع التحويلات مش اضافه اسم كده وخلاص، لا بيجي لك اتصال تاكيد ومش عارف ايه حاجات كده انت ايه هتبقى عارفها لما توصل هنا، خلاص. طيب موضوع المرتبات، موضوع المرتبات ده برضو قصه برضو يعني القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي. القطاع الحكومي اعتقد مرتباتهم بتنزل من 25 ل 30 او يوم 25 تقريبا. القطاع الخاص من يوم 1 ليوم 10 تمام، من يوم 1 ليوم 10، وفي ناس ممكن في شركات تتاخر اكتر من كده، ولكن المعدل يعني اللي هو من 1 ل 10. طبعا اتمنى ان هو يكون واحد يعني يعمموا الموضوع ده ايه، ما يبقاش فيه يعني. انا مثلا لما كنت في اوراسكوم القبض ما شاء الله كان بيبقى يوم 27، فدي يعني كانت بالنسبه لك يعني ايه ده انت كده يعني حوت، فاهم؟ فهنا لازم بتستنى شويه من 1 ل 10 القبض بتاعك بينزل. طبعا الحساب، طيب عشان كده بقول لك انت اول ما بتيجي وتعمل الاقامه تفتح حساب بنكي وتبلغ الشركه اللي انت معاها برقم الحساب البنكي عشان المرتب بتاعك ينزل. ده ما حدش يقول لي بقى ايه ده مرتب صغير هاخده، خده بس بنك، لان ممكن فيما بعد المعاملات كلها اصلا الكترونيه، فعشان ما تسحلش نفسك يعني، لا خلي الحاجات ايه مرتبك ينزل، عايز تدفع حاجه تشتري حاجه تودي حاجه تعمل حاجه كله على حساب البنكي وعلى الابلكيشن. طيب بعد الحاجات دي كلها طبعا موضوع السكن، موضوع السكن اتكلمنا فيه مش هزود فيه يعني. موضوع السكن زي ما قلت لك كده ايه، حسب انت قاعد شير مع كذا حد، قاعد لوحدك، قاعد في غرفه، قاعد انت وصاحبك واخد شقه صغيره مش عارف. المهم يعني قول كده من 700 ل 1500، من 700 ريال على حسب الوضع الى 1500 على حسب انت بقى، حسب مرتبك حسب مزاجك هيوصل معاك لكده، خلاص. لو لوحدك بقى ومعاك اسره وبتاع اتكلم في 2000 2500 في الفرنجات دي، ممكن توصل لثلاثة حسب المكان اللي انت بتختار فيه. الاكل والشرب برضو قول من 30 ل 50 في اليوم، من 30 ل 50 ريال في اليوم. طبعا لو حد جاي تأشيرة حرة ولا بتاع هيعمل حسابه، تمن التأشيرة الحرة اللي بيندفع في مصر مثلا، ولما يجي هنا في حوالي 1000 ريال هيدفعها للشركة اللي هي هتصدر له الإقامة. ده كده باختصار يعني، اسألوني في أي حاجة، ومعلش لو طولت عليكم، ربنا يوفقكم، وأشوفكم على خير في فيديو تاني. سلام.